بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي للكابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناتنا الاهلي في كل مكان. تحياتي للكابتن علاء ميهوب، الكابتن هاني رمزي، وكابتن احمد بلال، وكابتن اسامه حسن. منور يا كابتن. بعد اذنك كابتن بس نوضح نقطه للساده المشاهدين. اثير على مواقع التواصل الاجتماعي ان مجلس اداره النادي الاهلي هيعقد اجتماع عاجل لمناقشه بعض الامور الفنيه، وانا بقول لكم ان الكلام ده عاري تماما من الصحه. مجلس اداره النادي الاهلي لم يدعو لاي اجتماعات طارئه لمناقشه اي امور فنيه او اداريه بتخص الفريق الاول لكره القدم، وكل ما تردد في هذا الشان عاري تماما من الصحه. اتفضل يا كابتن. في البدايه كابتن ايمن بنقول مبروك لنادي الوداد على البطوله، مبروك للشعب المغربي على كمان كاس الكونفدراليه وعلى البطوله، وهارد لك للنادي الاهلي كابتن علاء. عاوز اقول برضك مش هضيف اكتر ما انتوا حضراتكم قلتوا، ان موضوع ان النادي الاهلي يلعب في الظروف دي يا كابتن علاء، اوعى حد يقول لي ان اللعيبه ما بتاثرش. طبعا يعني انا كنت لاعب وحضرتك كنت لاعب كابتن احمد، بتلعب في وسط 50,000 متفرج، صعب، وجمهور طبعا يعني مش عادي، يعني جمهور غير عادي تماما، جمهور بيشجع فرقته بحماس اكيد، لا في ميدان اللعب بيتاثر. طبعا عاوز اقول كمان في حاجات كتيره جدا يا كابتن علاء في الاول كانت كلها ضد النادي الاهلي، ما كانش في حاجه اسمها العداله، العداله احنا بنقول ما كانش موجوده، وده مش مبرر عشان ما حدش يقول. انا بعيد عن الاداء الفني يا كابتن احمد، بتكلم على الاحداث اللي حصلت. النادي الاهلي النهارده لعب في ظروف غير عاديه، كل العالم شاف الظلم اللي تعرض ليه النادي الاهلي في هذه المباراه، ملعب غير محايد، جمهور طبعا موجود. التحكيم النهارده كمان عاوز اقول يعني فيكتور جوميز، هتكلم وهجيب الحالات عشان ما بقاش كلامي مرسل يا كابتن علاء، ولكن النهارده فيكتور جوميز اشتغل بذكاء كويس، يعني اشتغل بذكاء كويس في المباراه، ولكن بنقول ان اللعيبه النهارده ادت في الاجواء ديت في ظروف صعبه جدا جدا، ما كانش ظروف عاديه يا كابتن احمد، واي لاعب هيقول الكلام ده مش مجامله ومش تبرير للاعبي النادي الاهلي. تعالى نروح كابتن اسامه لفيكتور جوميز، وانا قلت كلمه في البدايه مع كابتن ايمن، قلت يا فيكتور حب نفسك، حب اسمك، انت رايح كاس عالم، اتمنى انك انت تبقى فير وتبقى العداله موجوده على الفريقين. احيانا الحكم بيعمل حاجات بذكاء، مش هقول لك يعني ركله جزاء ما حسبهاش، لا الموضوع مش كده خالص يا كابتن احمد، ولكن النهارده من خلال الحالات هشرح ان ازاي فيكتور جوميز بذكائه ساهم بشكل مش كبير قوي، ولكن ساهم في ان البطوله تروح لنادي الوداد. هروح لاول حاله يا كابتن احمد ونشوفها، حاله غريبه جدا جدا جدا، وهقول لك الحاله اللي احنا بنشوف دي. هنا لاعب نادي الوداد اسمه اشرف داري، القدم اليمنى بتصطدم في السمانه، ده في الدقيقه 27 بالتحديد، ثم يسقط. اعتقد انا محمد طاهر، طاهر ما لمس. وانا هتكلم في نقطتين مهمين جدا. اولا هو لو معانا الحاله هقول لك ازاي فيكتور خلى اللعب يستمر، يعني هنا ما صفرش بمخالفه على طاهر خالص، ولكن الكره مشت تقريبا 6-7 متر، لما لقى 2 على 1، 2 من النادي الاهلي على 1 من نادي الوداد، راح مصفر ورجع احتسب المخالفه. اولا المخالفه مش موجوده، والسقوط سقوط من اللاعب ذات نفسه، فيش مخالفه هنا من محمد طاهر في دقيقه 27. انا النهارده كحكم يعني عاوز اقول انك انت اجهضت هجمه 2 على 1 اعتقد بنسبه 90% هدف. السؤال برضك ان انا بكلم طاهر، كابتن انت طاهر موجود، حتى ده انت ما رحتش اعترضت على الحكم، يعني يعني احنا برضك يعني دي حاجات انا ماليش نتكلم فيها، ولكن حتى ما رحتش يعني خليت الحكم يحس ان هو اخطا، لان ده هدف اكيد في الدقيقه 27 الاهلي اتحرم منه نتيجه مخالفه وهميه، على الرغم ان الحكم سمح بالاستمرار ورجع احتساب المخالفه. المخالفه مش موجوده يا كابتن احمد، وحقيقي حاله غريبه جدا. هقول لك على حاجه، لو الحكم ده يعني وعملها قبل كده يا سيدي مش مشكله، خلي اللعب يستمر، صح، خليه يستمر، انت معاك الفار، مزبوط. يعني انت قلقان ليه؟ وخلي اللعب يستمر، ولو جات الكره هدف ارجع وشيك مع الفار، ان كان هناك مخالفه على طاهر ارجع احسب المخالفه، وهو ده الفار، صح كابتن هاني، مظبوط، ما هو دي وظيفه الفار. احنا بنتكلم حتى لما يكون في هجمه كابتن وفي تسلل يا كابتن بلال، كابتن علاء، الحكم المساعد بيأخر الرايه وبيستنى الهجمه تتم، لكن طبعا هنا صفاره انا
معرفش هو ازاي سافر عليها، ولكن الاهلي في الهجمه اتنين رايحين على واحد على واحد كابتن هدف يعني على الاقل انا هروح عندي مساحه ان انا امر او اعمل باص للي جاي جون او انا اعمل دربل واعدي هدف كبير. الغريب ان هو سمح باستمرار اللعبه، كانت عارف لو صفر في ساعتها كابتن علاء هقول خلاص هو شافها كده، ولكن ذكاء طبعا الاخ فيكتور طبعا اشتغل في الناحيه دي ناحيه بشكل كويس، وكانت دي حاله من الحالات. حاله ثانيه كابتن بتكلم فيها نروح نشوف الحاله دي بردك حاله مهمه جدا جدا. اولا هنا في تعطيل من مهاجم نادي الوداد، تمام لو صفرت في ساعتها وديت البطاقه الصفراء 100 100، ولكن شنوع خد الكره وعمل هجمه مظبوط راحت بردك للنادي الاهلي تقريبا 4-3 او يعني هجمه رجع ثاني سبع ورجع حسب المخالفه وده ازار. انت بتتكلم ازاي يعني دي حاجات صغيره يعني البار يعني بعض يرى كابتن هاني هو لازم كان تكمل وبعدين يرجع يديله انذار مفيش مشكله بالزبط. ما احنا بنشوف يعني الفاول بيرلابه هو خلاص عمل مخالفه كابتن انا ولا داعي للتوقف هتكمل بخطوره ما هو مش عايز خطوره. لو انا ارتكبت مخالفه بلال مع بلال بتهور وعلاء خد الكره علاء زميل بلال راح يجيب جون هوقف ودي بلال دين انذار ولا تخلي اللاعب يتواصل وترجع تدي البطاقه مظبوط. دي بردك حلقه عليها علامات استفهام ده ذكاء حكم صح مش هتقدر تمسك عليه حاجه مش هقول لك ما حسبش ركله جزاء بس دي حاجات احنا كمحللين بنعرفها مظبوط. دي تاني حاله من الحالات اللي هو وقف ورجع المخالفه للشناوي. الحاله اللي جايه احنا بنتكلم في الشوط الثاني كابتن احمد كابتن هاني كابتن وسام هو ادى 4 دقايق طيب انا النهارده الكوميونيكيشن سيستم بتاعي اكتر من مره تعطل ورحت انت بره تصلحه يمكن دي يمكن ثالث مره على الاقل. شوف كم التغييرات اللي كانت موجوده في الشوط الثاني انا بكلم بعيد عن الاداء الفني ثاني اهو على الاقل 7 دقايق وقت بدل ضيع اديت 4. الحاجه الثالثه الكور انت كحكم معاك جهاز مظبوط هل من المعقول في اول 3 دقايق النهارده الشناوي بيشتكي الكره غير صالحه وبيقول لك اتفضل وهو بيروح يشوط ويلعب ولا كان حاجه حصلت يعني تعطيل اللعب هو ساهم فيه بشكل كبير. نروح للحاله الغريبه ايضا من ضمن الحالات اللي هي الثالثه وليد سليمان طب انا مش هتكلم ده حسبها فوق العكس ده انت واقف بين اللعبه مشاها ارادتين لا وليد مسك الكره بايده حسبها هاندبول على ايه كابتن مال ده حسب المخالفه على وليد هاندبول على وليد مسك بايده الكره هاندبول عشان مسك الكره طب الراجل سقط والكره جت في ايديه ودي انت بينك ومن اهو ده بينه وبينه ياردة ده فاول على الحدود 18 يا كابتن مظبوط دي حاجات ما تقدرش تمسكها على الحكم صح ولكن هو اشتغل بذكاء جدا مزبوط. انا بقول في الاخر يا فيكتور ادائك النهارده يعني تحكيم على الرغم من المباراه سهله جدا جدا ولكن هناك نقاط اداريه وفنيه انت النهارده كنت ساهمت بشكل كبير يا كابتن احمد في ان الوداد النهارده يفوز بالبطوله مش مبرر ولكن انا بتكلم على تحكيم لا الحالات دي كلها لما يجي نقف عندها لا اكيد حالات اخطاء تحكيميه كان يجب على الحكم ان هو يتفاداها. الشيء الثاني اللي بنتكلم فيه يا كابتن ايمن اللي هو شيء مهم جدا جدا وانا قلته انت رايح كاس عالم يا جوميز والدنيا كلها تتفرج عليك النهارده. هو تفكر الناس كلها يعني ما عندهاش القانون ولا الناس كلها ما بتشوفش. انت عملت حاجات النهارده فيها ذكاء اثرت على نتيجه المباراه. هي مش ركله جزاء ما اتحسبتش ولا هدف من تسلل ولكن الاخطاء اللي انت لم تحتسبها للنادي الاهلي اكيد اثرت في الاداء. وبشكل عام كابتن ايمن والتحكيم يعني ما اثرش قوي ولكن ما كانش ده الاداء اللي احنا طالبينه من فيكتور في هذه المباراه صحيح.